كنتم وفي كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم وحلقة جديدة من خيمة الشروق التي وفيها كالمعتاد نكرم ونوسم علم من أعلام الوطن في نجاح معين في اتجاه بعينه. هذه المرة ضيفي لهذه الأمسية أستاذ للقبيلة الإعلامية، لسنوات عمل في المواعيد الإعلامية المختلفة وكان مذيعاً مجيداً قارئاً للأخبار. تعلمنا منه لسنوات أن ننجح، أن نتعلم منها فواتنا ومن أخطائنا، أن نكون دوماً عوناً للآخر ولأنفسنا وللمقربين. أستاذي أرحب به بعد أن يرحب به أحد تلاميذه معتصم. مرحبا سلمى، ونعم عمدتنا مشاهدي الأعزاء لهذه الليلة نحن أحد التلاميذ، وعمدتنا دخل البيوت والقلوب والعقول دون استئذان بأسلوبه الرائع وبنبراته القوية حتى لقب بملك الأخبار. حيوا معي الحضور الكريم داخل الخيمة عمدتنا لهذه الليلة الذي فرض نفسه بقوة آدائه وحلو طبعه. حيوا معي في هذه الحلقة وهذه الخيمة الأستاذ الإعلام الكبير الفاتح الصباغ. بنرحب في هذه الخيمة بفنان خيمتنا لهذه الليلة، فنان له أسلوبه الرائع الجميل المتفرد، وتميز بحركته التي تدعو دائما للمتابعة والمشاهدة من خلال التلفزيون من خلال المسرح. حيوا معي فنان خيمتنا لهذه الليلة الأستاذ كمال كيلا. الترحاب يمتد بذات الحرارة الأولى والحفاوة الأولى بضيفي الكريمين الأستاذ الإعلام الكبير الأستاذ الفاتح الصباغ، أهلا بك كثير وكل عام وأنت بخير، رمضان كريم. طيبة. التحية أيضا للأستاذ الفنان كمال كيلا، وسعيدين بوجودك معنا داخل الخيمة لهذه الأمسية. يا مرحبا، الله يكرمك. شكرا أستاذ الفاتح. يعني يمكن كل العاملين في الوسائط الإعلامية المختلفة بيعلموا أو بيعرفوا طبيعة ورهق العمل الإعلامي، فبالتالي لابد من أشياء مستصحبة معينة، وفي بعض الأحيان هي معين يستمد منه الإنسان القدرة على العطاء والمواصلة في المشوار، خاصة إنه هو دائما تحت الضوء مطالب بدرجة معينة من الإجادة ويتوقع دائما الإشادة، باعتبار إنه الوسط الإعلامي أو الموقع عموما يحتاج للتجويد، لا يحتاج أن يكون الشخص متأخرا عن أقرانه. هل نعتبر القهوة اللي الآن حميدة بتصب علينا هي واحدة من معينات أو معينات الأستاذ الفاتح الصباغ في العملية الإعلامية المرهقة بطبيعة الأحيان في بعض الأحيان؟ والله يا أولاً تحية لكم ولقناة الشروق، وأنا
حقيقة سعيد جدا بهذا اللقاء، لأنه أنا من المتابعين لقناة الشروق ومن المشاهدين لبرامجها، والحقيقة يعني هذا الجو الذي كل شيء فيه يوحي بالسودان وهذه الأرض الطيبة التي عشقناها كثيرا، وحتى الأخت حميدة هي وجه مألوف لدينا، ونحن تعودنا على أن نحتسي القهوة على أيديها، هي قد تكون يعني عامل مساعد لنا في عملية أحيانا أحتاج إلى أن أكون هادئ، أحيانا أحتاج إلى أن أكون يعني في لحظة أحتاج لتجميع أفكاري، فهذا الفنجان من القهوة يعني ممكن يدعم هذه المسألة، يعني يبعث الراحة فيها. نعم أستاذ الفاتح، يعني مرات كثيرة الإنسان حينما يعود إلى بقعة جغرافية بعينه شهدت صباه أو طفولته قبل أن يدلف إلى المكان يحس أو يستشعر عبق المكان، هل تدري في هذه اللحظة أن هذا الصوت الذي ينتشر في أجزاء وأرجاء الخيمة يشعرنا بالأمان للتعود والإلفة لسنوات؟ يا ستي كتر خير كثير يا سلمى، وأنا يعني الحقيقة بعتز لما أرى أو بفتخر لما أرى أمثالك يجوبون الفضاء ويمثلون دولة بحالة عطاء وعملا ثرا، وهذه تجربة يعني لن ينساها التاريخ لكم، يعني فده مصدر سعادة بالنسبة لي يمكن، وبالنسبة لكل الإعلاميين اللي سبقوكم في هذا المجال، لأنه هم بيعتبروا نفسهم هم الأساس، وطالما هذا الأساس كان متينا جاء البناء قويا، يعني أنت وزميلاتك اللي عملنا في قناة الشروق وفي القنوات الأخرى حتى في الفضائية السودانية، والإخوة الشباب أمثال معتصم هو كان معنا في القناة القومية وتدرب هناك وجنحين وقامت هناك عندنا والآن يواصل عمله في قناة الشروق، يعني تحية لكم. نعم. وتحية لكل الإخوة العاملين في القناة. أمثالنا كثيرين من أبناء الوسط الإعلامي، ما نحن إلا غيد من فيض عطائكم. نعم. بالعكس أنت تذكرين يا سلمى لما جيت التلفزيون أول مرة وأنا قابلتك قلت لك إحنا محتاجين لمذيع عشان تقرأ نشرة إنجليزية، وأنت ما اعترضتي، قررت أن تخوضي هذه التجربة ومشينا في المسألة، يمكن وصلت لدرجة النجاح، ولكن يعني تم تغيير وجهة نظري إلى سلمى التي أعرفها الآن، وهذا خير يعني. نعم نحن حقيقة سلمى سعيدين جدا أن نكون في معية أستاذنا الفاتح الصباغ، وأنت تكلمتي عن القهوة وأنا بتذكر يعني يمكن الأستاذ الفاتح القهوة والشاي عنده أثر كبير عليه، ودائما قبل ما الناس ما تدخل النشرة نمشي نشرب عند أختنا حميدة والناس تدخل النشرة. أنا بحييك أنت الليلة معانا وسعيد جدا وبرحب بك كثير في الشروق. وكان بيكتمل يعني الصورة إذا كان الناس ذاتهم اللي بيقعدوا يشربوا معانا القهوة. نعم. موجودين يعني الشلة الجميلة اللي نعم بتقعد، فيا ريت ان شاء نعم الله. نعم احنا بنحييك كثير وبنحيي استاذ كمال كيلة. استاذ كمال كسلة دائما مشهورة باشياء وخاصة القهوة، وانت من كسلة وتربيت هناك، يا ريت اعرف المشروب القهوة واثره عندك كفنان وخاصة انك من كسلة. القهوة انا احبها كثير ونشأت في كسلة، يعني اهن البيجة بالذات، يعني كل واحد يمتلك عدة القهوة دي وطوال شايلة في جرابه، يعني ما بتفارقه، والحاجة الوحيدة الواحد ممكن يكون بخيل فيها في أهن البيجة الهدندة وهي الجبنة دي، لأنه مزاج بقعد لها بسلطنة فيها، ولازم الجبنة من الصباح، وبعدين عندها طقوسة، يعني لازم يجيبوا الخدار ينشروه في الأرض أو البرسيم يدقوه، والفشار يقسموه كده في الأرض، وبعد كده اللي بيعمل الجبنة دي أو البيت اللي بتعمل الجبنة دي عندها لبس خاص، لازم تأخذ حمام وتجو بتاع حار وتقعد عشان تقدم لك الجبنة، بعدين ما بتتحرك من حتتها، تعمل الجبنة. هسه أختنا دي جابت لنا ما شاء الله مشكورة الجبنة هنا،
لكن عندنا في الشركة هي ما بتتعب. في خدام تاني بيشيل الجبنة دي وفتها. هي في السلطنة بتاعتها. لما تعمل الجبنة دي وكلها حتى تدفق الباقي في الشرقرق تكب برا هي بعد كده ممكن تقوم. لكن لا. ما نقص كب الجبنة يا بنية. أيوة كب الجبنة يا بنية دي هذه لأن. طيب. زي ما ذكرت أنت قبل لما الواحد يشرب القهوة أو الجبنة زي ما قلت. بيكون بينتعش اكثر اكيد وانت اكيد الان شربت فنجان وحنديك ثاني ان شاء الله لانه أيوة. عارف بتحبها شديد لكن ده نسمع اغنيه حاضر طوالي استاذ الفاتح صباح عمدتنا والزميله سلمى سيد هتتجهوا للديوان ونحن حنتجه لبيت السمر عشان ما نسمع اغنيه ان شاء الله ان شاء الله تفضل تفضل استاذ
يا ساكن قلبي متى طرف يراك هل تدري عشوقا هو من أسراك حبيبي أنا وأهدي مع صاحب حبك سراك حبيبي فؤادي طبعا أهواك وأنا أرضى هلاكي وأنا أرضى سواك حبيبي أهلا بكم من جديد وشكرا أستاذ كمال على الفصل الغنائي اللي استمعنا له قبل شوية شكرا جزيلا وأستاذ الفاتح لأن البدايات دائما ما ترتبط بالبدايات فلا بد عن لابد من الحديث عن ذلك الحي العتيق العريق حي بروف 49 أبروف ومن ثم الكتاب اللي أوجد أو بدأ بشخصية استمرت في طريق العلم إلى بخت الروضة ومن ثم إلى ميادين الإعلامية والعملية المختلفة لكن لابد لهذا المكان الذي شهد بواكير الصبا والبدايات أن نبدأ به أبروف وسلمى 49 تاريخ الميلاد يعني من أين لك هذا وحقيقة يعني الحديث عن أبروف يطول ويطول لأنه يعني أبروف في تصوري إنها هي قرية وسط مدينة قرية بكل ما تحمل هذه الكلمة من معنى علاقات الناس ببعض تصرفاتهم أشياء معالجاتهم كلها ذات طابع قروي وتصور إنه أنت بتقوم الصباح بتشهد قدامك لوحة جميلة جدا من الخضرة والماء وأنت تنظر إلى النيل وفي الجانب الآخر شنبات هذا المنظر نشاهده يوميا صباحا ومساء شروقا وغروبا كنا ننام ونصحو على صوت الباجور والباجور ده هو عبارة عن طلمبة بتاعت موية كانت بتسقي الجناين في شنبات يعني كأنما بقى بالنسبة لنا لولاي يعني زي نوم النوم تعال نحن لما نسمع صوت هذا الباجور يعني
يصيبني النعاس ونبدأ في النوم. أبروف هي نموذج لحي رائع، ويعني مجموعة الناس اللي فيه، الفنانين والسياسيين والأدباء والشعراء، يعني ما غريبة إنه أبروف يعني تنجبهم، لأنه هو كان مجتمع متماسك ثقافة وأدبا، وشخصيات كبيرة جدا جدا ارتبطت ببروف، أدباء وشعراء، مولانا شيخ الطيب السراج، فراج الطيب، دكتور منصور خالد، أحمد سليمان، مجموعة كبيرة جدا جدا من الأشخاص في مجال السياسة والأدب وحتى في مجال الشعبيات. كنا نصحو مبكرين لنذهب إلى المدرسة، والحقيقة يعني كان قدامنا بتكون في أثر الحوافر بتاعت الأغنام اللي جاء عمك الزبير، الكلام ده تقريبا عمره نصف قرن من الزمان. عمك الزبير بيجي يأخذ هذه الأغنام من البيوت ويذهب بها إلى منطقة الخدير الموجودة حاليا، وهناك تأكل من كلاء الأرض وتشرب الماء ويعيدها إلى المنزل وقد امتلأت ضروعها باللبن، وفي حين كثيرة يأتي يحمل معه مولودا صغيرا ويكون في احتفال بهذا المولود. هذه أبروف اللي احنا قمنا ونشأنا فيها رغم العوامل الحضارية دخلتها، لكن ستظل هي أبروف كبيرة. النفاجات الفاتحة على بعض، الزواج اللي بيتم نتيجة للجوار والشادي، هي اللي خلت أبروف يعني مترابطة، وهي لوحة زاهية وستظل زاهية إن شاء الله. كان عندها تأثير كبير عليك. نعم. وإنت تكلمت الآن زي ما قال السنة في البداية 49، 49 دي معناها كتاب. نعم. والابتدائي 49 ميلاد. نعم. ميلاد. ميلاد. يعني ميلاد. كتاب. لا أقصد أنا لا. أقصد 49 ميلادك معناها بداية الخمسينات كانت كتاب. نعم. نعم أنت درستها أكيد. أنا ما 56. ما أشوف أنا دخلت الكتاب تقريبا بعد الخروج المستعمر من البلد. وبعدين كان احنا لما دخلنا الكتاب دخلناه برغبه جامحه جدا جدا. الرغبه كانت شنو؟ لانه احنا لما دخلنا بنصطحب معانا دعوات اماتنا بانه نحن نبقى كبار، وهي بتلو ليك عشان تنوم بتقول لك ولدي يبقى كبير ويمشي المدرسه ويبقى وزير ويبقى مدير ويبقى سفير ويبقى مزير، دي كلها وظائف كان بيحتلها المستعمر. فبعد كده هي عايزه تسودن هذه الوظائف. نعم. حسب تفكيري احنا دخلنا مشحونين بهذه الرغبه. نعم. والاب وفر لك اي حاجه عشان تتعلم. لما مشينا لقينا المدارس ذاتها جاذبه وجميله والجو فيها مريح، يعني انت هسه الطالب بيقوم يمشي المدرسه بيجرجر رجليه، احنا زمان بننتظر الصباح عشان ايه ونمشي المدرسه، وكان في المدرسه كل شيء جميل، كل شيء جميل، حتى المواد اللي بندرسها كانت جميلة. لكن الكتاب نحن طلعنا منه ما زالت يعني تضاعفت فينا الرغبة بأننا نواصل تعليمنا ونبقى يعني مواطنين صالحين لخدمة هذا البلد. زي فاتح، مرحلة لاحقة من مراحل التعليم هي بخت الرضا. نعم، تعلمت كيف أدرس، كيف أعلم، والمسألة كلها مبنية في أنك أنت توصل معلومة بأقل مجهود وفي أقل وقت. يعني لما مشيت لقيت أنه أنا بتكلم في الحصة 45 دقيقة وأنا مطالب بإني الحصة أتكلم فيها 20 دقيقة، والمسألة بتاعت خدوات، يعني لقيت أن المسألة اللي احنا بنمارس بها التعليم وما مدربين فيها أخطاء كثيرة. عشان كده أنا بناشد يعني على الدولة على مستوى الوزارة إنها تحاول تدرب كل المعلمين، يعني أي معلم ما مدرب ما يدخل حصة، لأنه لن يستطيع أن يوصل المادة بالطريقة اللي يستفيد منها الطالب.
طيب المكان اللي تكلم عنه الاستاذ الفاتح الصباغ اكيد المكان اللي نشات فيه برضه كان احنا قبل ما نغني اكيد المكان كان عنده تاثير عليك. نعم اكيد يعني بالنسبه لي هو طبعا كسله كمكان في كسله الخضره والجمال والطيور اللي بتجي مهاجره من اثيوبيا وغيره. ديك الان بتكلم كفنان اتاثرت بالاشياء دي كلها وحتى لما جيت وابتديت انتقلت للعاصمه ومشيت درست في القاهره القانون كنا نحن زملاء في الفرع وبعد كده انا انتقلت لمصر فالاشياء دي حصل لما جينا وكبرنا ابتديت تكون جزء مني انا فدائر اي يعني النشأة ذات البيئه اللي قمت فيها فتهنا نقولها للخرطوم لانه ارتباطك بالعاصمه ومصالحك و ده كله من خلال الاغنيات؟ دي اي من خلال الاغنيات في كسله بقول لك الشيء اللي خلى انه يخلق مني انا فنان ويبتدي الاشياء دي اصحابها معي لغايه الخرطوم الجمال الخضره زي ما قلت انت قبل شوي المويه والوجه الحسن والوجه الحسن يا ريت احنا نسمع لنا حاجه حلوه من حاجاتك الجميله ونمشي بالسمر حاضر تفضل استاذ تفضل استاذ نجيك بسكة وليه وتروح بسكة زي العصفور في الرد التكة ليه ليه يا انت تروح بسكة زي العصفور في الرد التكليف يا انت نتوه في الجو زي العصافير زي العصافير نتمنى نطير نتوه في الجو زي العصافير زي العصافير يا ناس نتمنى نطير نواصل زولا لسه صغير نقول له تعال يا ابو خبي حرير جانا قريب قريب لينا الحظ يا ناس ابيدينا ليه يا انت احمد انت ليه يا انت احمد انت ليه نصبنا شركنا لقيت ياسمين فضلنا نعاين ومنتظرين نصبنا شركنا يا ناس لقيت ياسمين فضلنا نعاين ومنتظرين نزلوا العصافير اتنين اتنين معاهم سيد كل الحلوين شمال ياسمين عاين لينا وفجأة طار من ايدينا Thank you.
برحب بك استاذ كمال والاغنيه الجميله الرائعه. استاذ الفاتح انت قبل ما نمشي تكلمت عن جمعك بين الاستاذ كمال كيلة وجامعه النيلين، واكيد عندها دور كبير واثر عظيم على شخصيتك الان اللي احنا بنتابعها، والاثر الكبير اللي تركته يمكن في الاجيال الكثيره والاجيال الجايه. نتكلم عن المرحله الجامعيه وجامعه النيلين اللي جمعتك بالاستاذ كمال كيلة. الذكريات المشتركه طبعا. نعم، والذكريات المشتركه احنا كان بيجمعنا بكمال كيلة. كمال كيلة كان طالب عنده نشاط فني وسياسي، يمكن النشاط السياسي دي تكون غريبة عليكم لكن هو كده. فبعد ذلك طبعا كمال مشى القاهرة، لكن من دفعتنا كيجاب، وكيجاب طبعا قاعد في جامعة القاهرة فرع الخرطوم، وقتها ما كان اسمها النيلين طبعا، وأظن تخرج بالأكاديمية. أنا بحييه وهو في كندا وأقرأ له الآن في الصحف، و هذا شيء جميل يعني، أرجو أني واصل يعني. حيك إجاب. والفترة دي هي كانت فترة ثرة جدا جدا، وفترة كانت عامرة بالنضال السياسي وبالعمل الفني. من هذا المنطلق كمال كان بشكل شخصية محورية في الجامعة، وكان شخص محبوب، وكان رجل أنيق للحد البعيد، كان بيهتم شديد بلبسه. نعم. يعني الواحد كان بينتظر كمال كيلة يجي داخل عشان يشوفه لابس من الليلة، وفترة كانت جميلة يعني. طبعا احنا بدينا في كلية الحقوق، واظن حولنا للآداب. مشكلة كان سببها كيجاب يعني، ما في داعي لذكرها، مع دكتور السقة اللي كان بيدينا القانون الروماني. وبعد ذاك طبعا اختلفت بين السبل. بعد ذاك احنا مشينا رحلة القاهرة مع فرقة الليزر، تظن الوقت ده كان بقود المرحوم عبد الرازق. نعم. وفتحي. أيوة. كان بيشتغل بتري، واحمد حمو. نعم. حسن حمد النيل ضيف الله. نعم. كانوا شباب رائعين. التقينا هناك بكمال كيلة، كان معنا عبد المجيد السراج، وقدمنا حفلات جميلة جدا في القاهرة. انت كنت بتغني؟ لا، كان بيغني كمال كيلة. لا لا، لكن كنت بشارك نشاطك يعني كان في الجامعة. النيلين كانت مشهورة بالأنشطة اللي هي جامعة الفرع. يعني احنا نشاطنا ما كان بيتعدى الأشياء الفنية يعني، والسياسية دي كان يعني بننتعش أيام الانتخابات بتاعت الاتحاد والمسائل زي دي، بتاع الواحد بيلقى نفسه بيقى سياسي. لكن علاقتنا احنا أساسا كانت بالفن وبالأدب، منتديات. نعم. الأدبية والثقافية في الجامعة والفنية. نعم. الفاتح يعني واضح انه في كثير من التحولات او المنعطفات، يعني القانون، الاداب، التدريس، لكن احنا بصدد الحديث عن التمثيل. نعم. وانت دخلت الاذاعه السودانيه في الستينات في فرقه السودان للتمثيل، وبعدها في السبعينات ولك الاذاعه مره اخرى. نعم. وانت. نعم. مذيعا المعيا، حدثنا عن الولوج ممثلا والاستمرار. هو يعني انا اول مره تعرفت على الميكروفون بالتحديد كان عمري يمكن 7 سنين، والفرصة دي أتاح لي عمي ربنا يرحمه الأستاذ محمود الصباغ، ودخلت كعضو في فرقة السودان للتمثيل والموسيقى. فرقة السودان للتمثيل والموسيقى كان الوقت ده بيشتركوا فيها عمالقة، يعني كان في فراج الطيب، كان بيقود الأستاذ ميسر السراج، كان في عبد المجيد السراج، كان في قطينة، كان في عوض صديق أحمد قباني. وعوض صديق ده في فترة من الفترات كان بيسموه الفتى الأول على وزن المصريين، رشدي أباظة وكده، وكان ممثل في شبابه رائع جدا. وكانت الفرقة بتقدم روايات في الإذاعة على درجة عالية جدا جدا من ال 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 يعني في اشياء جميله، كان بيخرجها ميسره بنفسه. اذكر من هذه التمثيليات ومن شابه اباه فما ظلم، وانا كنت بمثل دور طفل، ابوه بيدعو الناس في البيت وبيشربوا الخمر وكده، فتعلمت المساله دي من صغير، فاستلم مني الدور بعد ما كبرت عوض صديق. وانا اتذكر هذا اليوم تماما، ربنا يرحمه ويحسن اليه. كان من ضمن الممثلين او اعضاء احمد قباني. نعم.
احمد قباني ده انا شخصيه محبوبه لي بالنسبه لي شديد. واحمد قباني ده لحسن حظي درسني في المدرسه الوسطى في مدارس الشعب، وكان يعني استاذ انت ما تعرف تعايل له، تسمع كلامه تسمع صوته كل حاجه فيه كانت جميله. فاستفدت منه كثير احمد قباني، ويمكن هو اللي حبب لي الشغلانه دي. يعني انا من صغير كنت بتمنى ان صوتي يكون زي الراجل ده، ده يكون زي الراجل ده. حتى هو لما جاء مثل مع فرقه السودان للتمثيل والموسيقى دور من الادوار، وافتكر ان الدور هو كان بيقول انا جبريل يا محمد. لما سمعوا ابو عاقله يوسف اظن ولا مدير الاذاعه الوقت ده قالت ايه تشتغل معانا مذيع طوالي. فاشتغل مذيع وبعد ذاك مشى لندن ومشى، هو الاخ الاكبر لعبد الكريم. في تقارب في الصوت بينه وبين صوت عبد الكريم، لكن انا لغايته ما بقدر اقسم ليك يعني انه في صوت سمعته اجمل من صوت احمد قباني. وبعد ذاك انقطعت، دي اتاحت لي برضه فرصه اني اشارك في برامج الاطفال في الاذاعه. وكان فاضل سعيد بيكتب حاجه اسمها الاوبريت، حوار ملحن. واقول لك حاجه غريبه جدا، اللي كان بيلحن الاوبريت ده هو الفنان اسمه احمد عبد الرازق. لو تتذكر داليا بنته كان جاز قرت عندنا نشره انجليزيه تلفزيون، هو قرى زراعه في مصر وجا السودان هنا لو كمان بيتذكروا. احمد عبد الرازق ده اول من غنى غناء ديني في الاذاعه. فاحمد عبد الرازق كان بيعمل لنا الالحان. انا بتذكر الاوبريت بتاع العيد، مين ده مين بدوك في الباب ده مين، افتح لي الباب يا فريد افتح لي الباب انا عيد، افتح انا جيتكم بجديد، اشياء جميله جدا. حتى انا مره كنت قاعد مع الفاضل لما ذكرت لي الحاجات دي قال لي الحاجات دي انا عايزها لانه عندي مذكرات عايز اضمينا فيها، وانا بقيت بالنسبه لي ننسى نسيا منسيه يعني. اول نشره والعام 1982 لعل ذا يعني ذاكره كبيره وتفاصيل عالقه بذهنك لسنوات قادمات، لكن ايضا وجود علم كبير من اعلام الاعلام في ذلك الوقت في هذه الصحبة في هذه النشرة لعله جدير بالذكر والوقوف على تجربته الكبيرة الأستاذ ضوء البيت. ضوء البيت اسم كبير، وضوء البيت شخصية لا تتكرر ولا تعوض كزميل وكأستاذ. ضوء البيت كزميل يعني لا تجد منه إلا الابتسامة والكلمة الطيبة، وكمعلم يعني بكل تواضع يعطيك ما عنده. يعني ذكر أنا مرة قريت نشرة قلت طوال اليوم، هي صح طوال اليوم. ضوء البيت الصباح بيقول لي يا أخي ما عارف تخيل لي هي طوال، كده أنت أمشي تأكد من القصة دي جايز أنا أكون غلطان يعني، وأنا أمشي ألقاه طوال. استفدت منه كثير، وضوء البيت بالنسبة لي بيشغل تفكير كثير جدا جدا. وأنا بدعو القائمين على الأمر يعني أن يهتموا بتكريم هذا الرجل وأن يهتموا بإحياء ذكراه، لأنه رجل قدم الكثير للتلفزيون له الرحمة. وبرضو بحيي كل الزملاء، أستاذ حمدي أستاذ طاهر وأستاذ جزلي والراحلة سيام وهيام وليلى، دول كلهم كانت عندي مشاركات معهم. وحتى الإذاعة يعني احنا ما ننسى الإذاعة، الإذاعة فيها أصوات غير الناس اللي انتقلوا للتلفزيون. طبعا كل المذيعين اللي أنا ذكرتهم قبل شوية بدوا في الإذاعة وانتقلوا إلى التلفزيون، الذين بقوا في الإذاعة لا يقلوا مكانة عن هؤلاء وقدموا الكثير. عبد الرحمن أحمد وكمال محمد الطيب ربنا يرحمه، عبد العظيم عوض وعوض وسمو يعني هذه الأسماء
وهو اصلا يعني يقول لك المذيع ده جه من الاذاعه، هو التلفزيون ذاته ولد في الاذاعه، التلفزيون بدا في الاذاعه وخرج من الاذاعه بعد ما شب وعمل له كده شخصيه وطلع بقى تلفزيون. فيعني الاذاعه لا تنسى، وما قدمته الاذاعه للمذيع بالذات لا نستطيع ان ننكره. فالناس دي اللي يعني انا في 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 الاحتفال باليوبيل الذهبي للتلفزيون اللي بدوا تقريبا فيه، كانت في دعوه لهذه الوجوه في استوديو علي شمو. وانا في الحته دي افتكر انه ناس التلفزيون جانبهم التوفيق كثير، لان ينطلق هذا الاحتفال من استوديو علي شمو، لانه هذا الاستوديو هو المكان الذي انطلقت منه هذه الوجوه وهذا الابداع، بدءا من علي شمو انتهاءا لاخر مذيع. فجانبهم التوفيق كثير في اختيار هذا الاستوديو لهذا الجمع، ولما اجتمعوا كنت يعني اتصور انه تداعت امامهم ذكريات واشياء جميله كده، وابتدت تدور في الخواطر فكان يوم جميل ويوم طيب جدا. ويعني ده بيخليني انا اقيف مع اخونا عمر الجزلي في دعوته بان يكون هناك يعني دار للاعلاميين، لانه هم محتاجين لهذه الدار عشان ما يكون في المزيد من التواصل، وحتى تواصل الأجيال ما بيننا وبين الأجيال التي استلمت العمل الآن وتمارسه بكل إخلاص وتفاني، وأنتم منهم طبعا. أستاذ كمال، أكيد أنت دخلت يعني يمكن تتذكر أول فتراتك اللي غنيت في الإذاعة والتلفزيون. الإذاعة والتلفزيون طبعا أنا داري بتلاليك من المدارس الوسطى، أن إحنا من خريجي المدارس المصرية. المدارس المصرية بتجيب أستاذ للرياضة وأستاذ للموسيقى من البداية، يعني بيدرسوك الموسيقى، فوجدوا أنه في موهبة في كمال كيلة الليلة في القناة، ابتدوا يركزوا لي في الحتة دي، أنه مثلا الليلة الطابور الصباحي طوالي أغنية كمال كيلة ثقلتها وخدتها من هناك. برضو اتذكر المذيعين اسمه سمير إبراهيم برضو يطلع يقدم هناك، وفعلا صدقت طلعنا وبقينا فنانين وبقى مذيع. دي الاولويات بتاعتي. بعدين لما مشيت القاهره دي اللي خلتني اثق في نفسي اكثر كفنان في الجامعه، فابتديت اقدم اللونيه بتاعتي، فكانت جديده بالنسبه لمصر، يعني البيت الافريقي ده مع الغنى والرقص. أخذت حيز كبير بالمصر في مصر في المسارح، يعني مثلا تكون الليلة في المسرح في عبد الحليم حافظ، لمثلا سهرة شم النسيم في سينما روبلي، بيجي كمال كيلة عبد الحليم ده بيطلع الساعة 11، الجمهور من 9 دي بيجيبوا لنا نمر، سهر زكي، نجوى فؤاد، كمال كيلة، ما أعرف أغني كده، فكرة جزاوي للنكات. فابتدت الساعتين اللونية دي أدتني أنا شهرة كبيرة في القاهرة. لما اتخرجت من جامعة القاهرة أنا القانون وجيت هنا، يعني جيت فنان جاهز، يعني جاهز دي الفضل يرجع إلى كده. يمكن معتصم ذكر العمل في الإذاعة والتلفزيون والعكس، يمكن هو اتجاه آخر للحوار حول مذيع الحوار او المذيع المحاور وقارئ النشرات والاخبار. يعني يمكن هو سؤال مهني، الى اي مدى احدهما اسهل للاخر من حيث الانطلاق؟ يعني هل الاسهل ان يبدا المذيع قارئ النشرات ومن ثم يتوجه للحوار او المنوعات، ام العكس؟ هو يمكن الاصح والاسلم يعني والاسهل. شوفي المساله بتاعت التخصص اللي متبع الان ده فرضته ظروف، يعني فضائيات انتشاره وكده، وتعدد القنوات وتعدد اشكال الطرح يعني. لكن انا افتكر انه شموليه المذيع
بتكون مفيدة إذا كان هو مذيع قادر على قراءة الأخبار وقادر على إجراء الحوار، لأن هسه الحوار ذاته دخل في الأخبار. فيعني هسه أنا من أنصاري إنك أنت تقري نشرة أخبار، معتصم قرأ نشرة أخبار في القضايا السودانية، وافتكر المسألة دي فادته كثير يعني. ومعتصم كان مفروض يكون قارئ نشرة عادية، ولكن وظف للنشرة الرياضية لأنه كان قريب من الرياضة وكان يعرف المصطلحات الرياضية، وكان في حوجة لمذيعين يعني كانوا بسيطين يشتغلوا في النشرة الرياضية. أي هي يعني ولدت في التلفزيون ويعني سد خانة كويسة. أستاذ فاتح، يمكن برضو سؤال آخر حول تجربتنا الإعلامية عموما من حيث الانطلاق والتواصل والاستمرار لسنوات واللحظة الآنية التي نتحدث فيها الآن. يعني هل هذا التاريخ قياسا بما يجري حولنا على المستوى الإقليمي والدولي، هل نتبوأ الموقع الطبيعي والمناسب لنا بالمقارنة مع المحطات الإذاعية أو التلفزيونية اللي زامنت بداية العمل الإعلامي في السودان؟ هل نتبوأ مكانة مناسبة على الأقل بين رصيفاتنا من المواعيد الإعلامية؟ شوف، من ناحية تقنية احنا في الإذاعة قطعنا شوط كبير جدا جدا، يمكن ما يكون متوفر تقنيا في دول كثيرة سبقتنا في المجال ده. وبرضو في التلفزيون احنا في فترة نحتاج فيها لأن نكثف التدريب ونكثف العوامل التي تساعد المذيع لأداء رسالته أو عمله بسهولة ويسر. دي مسائل يعني ما صعبة. وهنا حتى لو اعتمدنا على تدريب داخلي نحن عندنا يعني خبراء إعلاميين ممكن نستفيد منهم في هذا المجال، ولكن تقنيا نحن وصلنا لدرجات عالية جدا جدا من الكفاءة. حتى الناس اللي بيجونا من برا بيشيدوا بالمسألة دي. يعني عندنا في التلفزيون احنا وصلنا لآخر مرحلة، احنا في التلفزيون وصلنا لمرحلة متقدمة جدا جدا، انتشار للمراسلين و نقل مباشر ودي هي المسائل المتبعة في كل الفضاءات. ولكن تحريك هذه التقنيات يحتاج إلى شخوص معينة، تدريب معين، إذا لم يعني نوفره لا نستطيع. إذن الحديث عن الكادر البشري يعني أو حتى سرعة الانتقال والتغطيات نفسها، لكن الكادر البشري اللي بتعتمد عليه العملية الإعلامية بالإضافة إلى المعينات التقنية هو عنصر مهم. أكيد. وبعد الكلام الجميل الرائع من الأستاذ الفاتح هنسمع كلام جميل رائع من الأستاذ كمال كيلة، وعشان ما نمشي بيت السمر يلا بينا. أنا بيك شاعر ها تمتم السودان ويا مشاعر انا بيك شاعر ويا مشاعر انا بيك شاعر وبشار المستحيل للزمن وقف شوية للزمن وقف شوية للعيون قدرت تقول الكلام عادني يا حبيب الكلام عادني يا حبيب عن جمالك اندهشت انت بنتي اندهشت وانت بنتي انا تهت حربي الدليل قادر الله وقادر
غالي والله وغالي والله غالي والله الثاني يخلي زي عيون الريل الريل شعري مستل الصوت سمندل شعري مستل والصوت سمندل الخطاوي يا ناس تشيل شيل في الدوب ناقة الحس لباقة في الدوب ناقة والحس لباقة الغوام يا ناس فارع طويل ماشي تعجب وما شتى لي وأقوى ترهيب وما شتى لي وأقوى ترهيب والخسر يا ناس مياس يمين والخسر مياس يمين والخسر مياس يمين في عمرنا فضلنا نحسن وفي عمرنا لو عذاب الهم يزول ما في زول وزيك انت ما في زول وزيك انت وما في زول وزيك انت والبدر يا ناس ما بدور بدر ما دار لي ويا مشاعر أنا بيك شاعر يا مشاعر أنا بيك شاعر وقشار المستحيل للزمن وقف شوية وللزمن وقف شوية للعيون
شكرا لك استاذ كمال على الفصل الغنائي الفات، وبطبيعه الحال الشكر مخصص اكثر للاغنيه المخصصه للمراه. استاذ الفاتح، يعني بالنظر الى هذه الخيمه التي نحن بداخلها، الايقاعات الافريقيه والرقصات اللي شاهدناها واستمعنا لها قبل شويه، وهذه البيئه الصحراويه والجمال والنخيل وصوت الناي يشير الى تنوع وثراء كبير جدا جدا ينعم به هذا الوطن الى حد كبير، والى فتره كبيره ربما لم نوظف هذا الثراء في خدمه قضايانا العالميه. دائما ما ننطلق او ينطلق منها العالم ايغالا في المحليه، يعني الى اي درجه وظفنا هذا الاختلاف وهذا الزخم وهذا الثراء الكبير على المستوى البيئي والانساني في خدمه قضايانا؟ هذا التعدد يعني هو جاء مع تعدد الأشكال بتاعت المجتمع السوداني، شمالا جنوبا وشرقا وغربا، لكن هذا التعدد ظل متماسك وظل يعني يحتفظ بوحدة قوية جدا جدا على مر العصور. وما كانت هذه الأشياء أبدا عامل أو دافع للفرقة أو الشتات. يعني يمكن السودان ده أكثر دولة في العالم فيه إيقاعات، ومعاي أنت يا كمال؟ نعم. هذه الإيقاعات المتعددة كلها الشعب السوداني مستوعبة كلها. نعم. يعني أنا أتأكد أنه شخص في جنوب السودان يستوعب الدليب، إيقاع الدليب، وشخص في وسط السودان يستوعب الإيقاع بتاع الطبول في جنوب السودان، لأنه هذا طبعا إحنا كسودانيين، وده جاء نتيجة لشعورنا بالانتماء إلى هذا الوطن. ودي طبعا مسألة بتاع التربية، يعني زي ما قلت لك قبل إنه إحنا نشأنا ومدفوعين بحب هذا الوطن وبالانتماء لهذا الوطن. أعتقد إنه هذه المسائل لو وظفت توظيف كامل وتوظيف مدروس وتوظيف علمي ما في شك انها بتفيد كثير، يعني فاحنا نرجو ذلك. يعني يمكن كثير من الذكريات والاشياء الطريفه، وخاصه احنا في بداياتنا استاذ الفاتح، وخاصه في استوديو الاخبار مرت بك كثير من المواقف، وكنا نحن دائما بنشاهدك ونحن جداد وخايفين وداخلين على استوديو الاخبار وبنحيي استاذ محمد البشر ويقفل الاستوديو وما في زول ثاني يطلع. كنت بتغني دائما قبل النشرة. أنا دا أعرف الناحية النفسية اللي كانت يعني صعبة. أيوة الناحية النفسية اللي أنت كنت شايفنا خايفين، ولا يعني ليه كان بتعمل كده؟ وعشان نعرف الحياة المرة بك داخل الاستوديو. أول حاجة تحية لأخونا محمد البشر. نعم. حييه من هذا المكان. والحقيقة يعني كانت المسألة يمكن أنت تشهد على ذلك، قبل الأخبار بيكون في شد وجذب، شيل الخبر وخذ الخبر وخش للصوره يعني هذه المسائل. نعم. يعني انا كنت بحتاج بقدر الامكان اني يعني احاول اروضها. نعم. وبحاول اني اكون ريلاكس. يعني انا لما عرضوا شريط زي ده برفع لشومه محمد طاهر، قال انا مستغرب الراجل ده كيف بيرجع للمود بتاع الاخبار وهو في لحظه كده بتاعت هزار وفرح، يعني يتقمص شخصيه مذيع قارئ الاخبار بسرعه في ثواني. أنا كنت بقصد من المسألة دي بالعكس، أنت كنت رجل مزاجي، يعني التعامل معك كان أنا فهمت شخصيتك. نعم. وبيحصل إنك بتقول لي أنا الليلة ما قادر أقرأ النشرة، ما 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 بسألك لأنه أنا عارفك مزاجي، وبيجي يوم بتقول لي أنا الليلة عايز أقرأ. نعم. الحقيقة. كان في طارق أبشورة أنا بحييه من هذا المكان، وهو يمارس عمله بكل يعني وعي. في إيران. نعم. وانضباط في القناة العالمية، وأنا بالمناسبة ما بدور مذيع زينا أو مذيع عندنا متميز يقوم يمشي يشتغل برا، لكن دي طبعا ظروف الحياة. لكن أنا غيور جدا على التلفزيون وما دايركم تطلعوا منه، لكن وإنتوا طلعتوا فكانت المسألة مسألة بتاع التلطيف للأجواء، وإنت وراك شفت اللي بيحصل شنو. وإلى حد أنا كنت بنجح في المسألة دي، يعني ممكن يكون المصور ذاته متوتر. نعم. دي حقيقة. وأنا ما داير التوتر ده لأنه ما بيعيق العمل، ما بيطلع الحاجة اللي احنا عايزينها. نعم. طيب أنا لو سألت من الأشياء الطريفة مرت بك، يعني خلال تاريخك الكبير والعريض في التلفزيون، يعني أكيد مرت بك أشياء طريفة
لو كان من خلال برومتر او من خلال الفتره اللي يمكن كان فيها زي ما تكلمت قبيل سلمى الحداثه اللي حصلت الان، يعني كان بمر النشره من غير يكون معانا موظف اخر يعني بالرجلين او بالايادي، فمرت لك تجارب كثيره جدا، يا ريت تتذكر لنا من حياتهم مرت بك. وطبعا النشره احنا كنا بنقرا ما فيش برومتر، بنقرا من الورق، لكن هناك مواقف طريفه كثير جدا جدا بتحصل في الاخبار، يعني بتحصل حاجات كثيره جدا، يعني احتمال مذيع يشايل النشره وماشي يقع، وانا بضحك يعني. وزي ما حصلت بالنسبه لمذيع قريب ده في العربيه، نعم في غنى العربيه، فبتحصل حاجات زي دي يعني. لكن من ضمن الطرائف اللي حصلت، انا بتذكر كنت في الاذاعه وغشيت الثلاجه، شربت مويه وداخل على الاستوديو وخليت النشره في راس الثلاجه ودخلت الاستوديو، لقيت النشره ما في وباقي للنشره دقيقتين، فخفت وانزعجت ونسيت اني خطيت، وان جيت راجع الاخبار كان المحرر كوتي، فشلت الدرافت بتاع النشره العمر ولي وجريت الاستوديو سريع قريت، لما نسيت الوفيات نشره 8 فيها وفيات، يعني لو ما فيني وفيات دي ما تبقى مشكله. طيب اعمل ايه؟ وكتلت لي كم زول كده من الناس اللي بعرفهم ولهم الرحمه، والموضوع مره يعني. مره يعني انا كده معتصم بيحضرني نعم في الجو المشحون اللي دائما بيكون في استوديو الاخبار نتيجه للبريك نيوز والاخبار العاجله ومحاوله ملاحقه الخبر. يمكن زميلنا الطيب عبد الماجد واحد كان من الناس اللي بيغنوا داخل الاستوديو، نعم، ففي فتره من الفترات يمكن وكان معظم الحضور في استوديو الاخبار في دبي من السودانيين، يعني اكرام وطيب وعماد وحامد، فبذكر طيب ببساطة والنشرة كانت على وشك إنها تبدأ، بدأ أنا بلدي بلد الخير والطيبة أرض خزائن. يمكن المنتج أو المخرج بينبه الناس على الكيو وما في زول وقف، فأنا استشعرت جو غريب جدا جدا من الحماس ومن داخل الاستوديو. وطيب رجل فنان يعني، وهذا شيء ما غريب عليه يعني، وبحييه وكل سنة هو طيب إن شاء الله. نعم سلمى، قبل إحنا ما نمشي يعني برضو من الأشياء اللي يمكن طريفة مردينا وفي بدايتنا مع الأستاذ فاتح، يعني كان النشرة إسلام صالح ربنا يعني يرد غربته في أمريكا والزبير نايل كان النشرة الرئيسية، وأنا وطارق أبشورة كنا النشرة الاقتصادية والرياضية، وأنا عموما ما بعرف ألف العمة، الأستاذ فاتح عارف إنه أنا يعني ما بعرف إلا الجزول اللي يلف لي العمة قبل ما أدخل الاستوديو، فأستاذ عثمان محمد صالح يعني أنا بحييه. نعم يلف لي العمة، مسؤول من العمة، مسؤول من العمة بتاعت يعني دائما في العمة، ولما داخل الاستوديو الوقت يتأخر كان أستاذ محمد البشر يعني كان إحنا بنخاف شوية لأنه الزمن، فإحنا داخلين على الاستوديو والنشرة شغالة العمة وقعت، فبقيت أنا في مشكلة كبيرة، بقول لي باقي لك دقيقتين عشان تخش النشرة الرياضية، فكان يعني من الزبير نايل يعني أنا بحييه كثير جدا ناداني، لما الكاميرا مشت من إسلام كانت مع الزبير، إسلام كان بيلف لي العمة أنا كنت قاعد تحت، فبيلف لي العمة لغاية ما خلص وقمت قعدت فوق، فده بيورى رهبة الاستوديو بتاع الاخبار. طبعا معتصم عنده مشكلة كبيرة مع العمة، هي العمة دي طبعا جات يا استاذ الطيب صالح، وكان بن اخواننا يتعلموا لف العمة يا جماعة، عيب عليكم الكلام ده في حق الوطن ما صح. فأنا ذكر معتصم ده كان عنده معي نشرة، هو عادة بيكون ريلاكس يعني من طبيعته يعني من حاجات اللي بتميزه. فاليوم ده معتصم ده قاعد كده ويقرا. وقمت قلت له خش يا فيلم، قلت له معتصم مالك كده مجبص كده؟ قال لي العمه دي بتقع، فتخيلين انه يتحرك ساكت العمه بتقع وتالي ما حيلقاها واحد اللي في له العمه، يعني مع الحركه فكان عنده مشكله كبيره جدا مع الحركه اللي بدها تستمر اللي حننتقل لها بعد شويه، لو كان لابس عمه كان مشكله، كان مشكله ما حنمشي. احنا حنمشي يا استاذ عمدتنا استاذ فاتح استاذ كمال، حنمشي لبيت السحور او خيبه السحور عشان ما نتسحر ونشوف حتتسحر بشنو، ونحيي كل المشاهدين. تفضلوا يعني حنتسحر، نحن نتسحر الان يعني جميل. نعم تفضلوا فاتح، احنا بكده بنكون وصلنا لاخر خيم الخيمه وهي خيمه السحور اللي من خلالها بنقدم وجبه بفضلها عاده الضيف في وجبة السحور، يمكن عصير العصائر الفريش الطبيعية أنت بتفضلها كوجبة خفيفة أو كمشروب خفيف، لكن إحنا ندرك طبعاً أنك تتناول هذه العصائر، لكن رحلة بتاعت زمالة جميلة
سنوات في ماضي أو في تاريخ. نحن نأمل في أن تكون أيضا مستقبل من خلال عرض ربما تم خلف الكواليس أو تحت الهواء. حريصة أنا ومصرة على أن يتم هذا العرض وعلى الملأ بذات الأريحية. علاقتي بكمال متواصلة وستتواصل إن شاء الله، وطالما هو مهتم بالوحدة، وحدة الجاذبة التي ندعو لها نحن ويدعو لها كل السودان، في هذا الإطار يمكن أن يترنم بكلمات جميلة كانت عصارة لجهد في بخت الروضة مع أخ سليمان، أستاذ سليمان الشيخ، ومجموعة من الإخوة في جمعية الموسيقى. كلمات تقول: شوفوا الزيتون شايل النوار، مالي قلوبنا وكاس عيوننا مضوقنا النار، بجننا وحلت جنه، بجرحنا حي من جرحه شايل النوار. عليك نوارك الغالي لو جاي بس لنا أي خبر، قبل سنين جاي متين وماشي متين، عشان نعرف نخدتك وين ومعاك النوار. سلام. يعني يبقى كانت ملحنة أستاذ كمال. ودي محجوزة طوال. يبقى كانت ملحنة. وإن شاء الله تسمع اللحن بتاع لقاعة تمتم. يا سلام. وتكون هدية مننا للشعب السوداني. أنتوا سامعين يا جماعة وشاهدين؟ الأغنية دي حقتي. جاهزة للحنة. أيوه جاهزة. ثاني مرة من خلال الخيمة بنعلن عن عمل الطريق للنور، ويكون مكرس للوحدة والسلام والوحدة الجاذبة اللي بنأمل أن تكون مستقبل ومصير هذا البلد استمرارا واستقرارا إلى الأمام. وأنا أدعو الأخ كمال كيرا لا يقصر أبدا في هذا المجال، لأنه الفن هو معبر سائل لهذه الأشياء يعني. نعم. نحن بندعوك. نحن بعيدا عن الزيتونة، نحن موعودون بميري في ختام هذه الخيمة. نعم إن شاء الله. تفضلوا أستاذ الفاتح. أنا أفضل أستاذ كمال. نعم. ده تفضل برضو. انا عايز فريش شاي بالبرتقال والسكر. تعال استاذ الفاتح اللي احنا يملك احمر واصفر، عارف انك من رخابي. ايوه انت ضربت بقى في الوتر الحساس. نعم. حتى العصير بتاع الشروق جميل. احنا حقيقه استاذ الفاتح، احنا في ختام هذه الحلقه من خيمه الشروق لا نملك الا ان نقول شكرا لاجمل واندى سنوات العطاء التي فاتت والتي نرنو إليها بعين البشر والأمل في المستقبل بإذن الله، ونحن ننظر إلى كل هذه التجربة الكبيرة والناجحة في مجال الإعلام. شكرا جميلا لك يا سلمى. إن شاء الله ربنا يديك العافية والصحة، وأنا سعيد بك وبتشرف بك كثير جدا جدا مع زميلاتك وزملائك، وأنتم بتقدموا وجه جميل للسودان من خلال قناة الشروق. أنا سعيد بكم جدا وفخور بكم. تحياتي لكل الإخوة العاملين في قناة الشروق. نحن بنحيي كثير، احنا بنحيي كل هذه الايقاعات الحيه والحميمه والراقصه اللي بتخاطب اخر يعني شغوف بانه يستقبلها، خاصه انه احنا نستصحب مرحله مهمه في تاريخ السودان، مرحله من عاطفيه نحتاج فيها الى الزيتونه والى تفهم ووحده ميري. نعم. الزيتونه هي ميري. الزيتونه هي نفس ميري. هنستمع لميري في نعم نهايه هذه الخيمه. احييك استاذ كمال، وبحييك أستاذ الفاتح، وبحيي كل الذين علمونا ولم تقصر معنا، ونحن بنحييك ونقول لك شكرا كثيرا لك. خاصة كنا يعني جبناك في ظروف صحية يمكن شوية كانت صعبة، بنشكر استجابتك وسعة صدرك وصبرك. واضح إني قاومت كثير عشان الله يهديك أكمل الحلقة دي، وكثر خيركم وكل يهون في سبيل هذا الوطن. شكرا لك. تفضل أستاذ كمال. الوصال اخترت درب الانفصال، يا ميري لو عز الوصال اخترت درب الانفصال، اصل القلب من مبدأ وضعوه بين جنب الشمال، اصل القلب من مبدأ وضعوه بين جنب الشمال. ميري لا Thank you.
جميل لو عز الوصال اخترتي درب الانفصال جميل لو عز الوصال اخترتي درب الانفصال أصل القلب من مبدا الخلود وضعوه بين جنب الشمال أصل القلب من مبدا الخلود وضعوه بين جنب الشمال ميريلال يا ميريلال ولا لا غنيت معاك اجمل غناي وهديته للطير في الرباط غنيت معاك اجمل غناي اهديته للطير في الرباط رقصنا مع سرب الفراش يغاح صلاتنا الطيبه رقصنا مع سرب الفراش إيه صلاتنا الطيبة فرحت بيوت الناس كثير انطلبوا بجد ناس جبا فرحت بيوت الناس كثير انطلبوا بجد ناس جبا إلا بس قلبي قبل ألف ويبا إلا بس بعد الوصال قلبي قبل ألف وأبل يا ميري لا يا ميري لا 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 يا ميري من قساك علي توهق بكلام عخيم قسات علي توهق بكلام عقيم يجبلك من بعد يوم يفتح لك ابواب النعيم كنت امهم بعد اليوم يفتح لك ابواب النعيم لو تعرف النيل هو الوريد انه نادي هو نادي قلبينا ما كان انفصال كون ضمير زمن بعيد قلبينا ما كان انفصال كون ضمير زمن بعيد يا ميري لا